مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، متجدد التحية بحضراتكم، فأهلا بالجميع. هكذا أعزائي المشاهدين متابعينا الكرام، لا زلنا نتواصل مع حضراتكم بعد أن توقفنا لتتويج الفائزين بالرموز في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية، وأيضا لأداء فريضة صلاة العصر. ها نحن مشاهدينا الكرام نستمر مع حضراتكم واصفين منافسات وتحديات أصيلة على ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الإجن، ضمن انطلاقة مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه على أرضية ميدان الشحانية في هذا العام 2018-2019. شوط يليه الآخر هنا مشاهدين الكرام، مع أجواء تراثية رائعة على ميدان التحدي ميدان الشحانية. وفي هذا المساء نتابع مع حضراتكم انطلاقات سن الإذاعة مع هذه المتعة الحاضرة برحلة الستة كيلومترات. شوط آخر يعلن وتنطلق الآمال مع هذه الانطلاقة، نيسان بترول ستيشن مقدمة لصاحب الحظ الذهبي الذي سيخطف الأضواء في هذه الانطلاقة. نبدأ مشاهدين الأعزاء لنتابع ونعد هذه المراكز المنطلقة. المركز الأول طفرة، من أعلنت الانطلاق مبكرا في هذا التحدي وفي هذا الشوط؟ العلي بن محمد العجمي الذي يقدم لنا طفرة على مقدمة الشوط، تلتها على المركز الثاني. أتابع على ثاني المراكز التواجد من أمجاد مع ثاني المراكز لحمد بن محمد بن صالح بن بخيت الراشدي، قادم ليقدم لنا تحدياته وشعاره مع أمجاد المنطلقة في هذا الشوط وفي هذا المسار. النقلة للمركز الثالث، وفي ثالث المراكز تتواجد نوايد لسلطان بن سالم بن خجيم العذبة اللي قدم نوايد في مستوى المركز الثالث، نقلة إلى المركز الرابع. وفي المركز الرابع أتابع شعار البرنس القادم في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء بتحدياته الواضحة مع برقة لمحمد بن طالب بن محمد بن عقيل، يقدم لنا برقة في المركز الرابع. بينما في المركز الخامس نتواصل هناك مع عسيلة لسيب بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، ينطلق بشعاره على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة، للخمسة الأسماء المتزعمة هذه المسيرة، وخلفها طلة جميلة مع الكادر السفلي بتحديات واضحة في هذا الشوط. الجميع حضر هنا ليسجل بصمة ذهبية مسائية في هذا التحدي وفي هذا المسار المسائي الجميل مع انطلاقة سن الإذاعة. هنا الستة كيلومترات المحددة لمسار هذا الشوط، الجائزة نيسان بترول ستيشن مقدمة في هذا التحدي وفي هذا الشوط. عودة إلى طفرة، طفرة مشاهدين الكرام على مقدمة التحدي، طفرة مشاهدين الأعزاء في مقدمة هذا الشوط بتحديات جميلة مع المركز الأول والصدارة العلي بن محمد بن علي العجمي اللي قدم لنا طفرة في هذا الشوط وفي هذا التحدي وفي هذا المسار الجميل بتحدياتها الواضحة. أما المركز الثاني نتابع أمجاد مع المركز الثاني لحمد بن محمد بن صالح بن بخيت الراشدي على المركز الثاني والثالث المراكز. المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع على ثالث المراكز في هذا التحدي وفي هذا المسار القادم في هذه اللحظات. وصل شعار الخيارين مع تحدياته عن طريق عسيلة اللي في المركز الثالث في هذه اللحظات وفي هذا التحدي الجميل. أتعود ملكية عسيلة لأسيب بن محمد بن زايد المطوع الخيارين. المركز الرابع، في المركز الرابع يتواجد شعار بن خجيم مع نوايد في هذه اللحظات سلطان بن سالم بن خجيم العذبة يتواجد على المركز الرابع. أما المركز الخامس وصل البرنس بتحدياته مع برقة في هذه اللحظات مع هذه النجمة الساطعة. على المركز الخامس لمحمد بن طالب بن عقيل يتواجد على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مع النداء الثاني، وأتابع الشعارات القادمة، شعارات بدأت تندفع نحو الناموس والانتصار.
في هذا التحدي وفي هذا المسار الجميل. يا سلام على هذا الأداء اللي نتابعه من خلال هذه الانطلاقات المسائية مع سن الإذاعة، عودة إلى الثنائية الممتازة اللي بدأت تصنع فارق جميل ما بينها وما بين بقية الأسماء. هناك نتابع طفرة على المركز الأول القادمة بتحدياتها الجميلة مع شعار العجمي على مقدمة هذا الشوط العلي بن محمد بن علي بن محمد العجمي قادم مع طفرة في هذا الشوط وفي هذا التحدي المسائي الجميل اللي بدأ يسير بشعاره نحو الناموس والانتصار. المركز الثاني التواجد والتحدي الجميل من أمجاد على ثاني المراكز بشعار الراشدي حمد بن محمد بن صالح بن بخيت الراشدي المنطلق بالمركز الثاني، ومن يقتفي أيضا أثار طفرة على مستوى المركز الثاني شعار الخيارين على ثالث المراكز بهذا التحدي مع عسيلة في هذا الشوط وفي هذا المسار الجميل. يا سلام يا عسيلة لسيب بن محمد بن زايد آل مطوع الخيارين، وصلت نوايد على المركز الرابع في هذه اللحظات بتقدمها الجميل، ولكن رصود التحرك من شعار الشنجل بدأ يسير بالجازي على المركز الرابع. يا سلام على أداء الجميل من خلال انطلاقة الجازي على المركز الرابع محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل يتواجد في أول ندى بتقدم الجازي على المركز الرابع. وفي المركز الخامس وصل شعار صايد الرموز ينطلق هناك مع أعيان، أعيان وصلت في هذه اللحظات عبد الله بن زايد بن منصور آل سيف الخيارين ينطلق بأعيان على المركز الخامس، وبن جبران وصل والشعارات قادمة شعار البرنس والشعارات الأخرى. يا سلام يا سلام على الأداء الكبير اللي نتابعه في هذا الشوط. الله يا سلام الناموس يتجول مع الأسماء، يا سلام على التحدي الكبير من طفرة اللي تقود الأسماء حتى هذه اللحظات بشعار العجمي منطلقة بالمركز الأول. جماهيرك ومحبينك يتابعونك على أرضية الميدان عبر النقل الحي والمباشر الريان. إذا تحدي طفرة على المركز الأول والصدارة منطلقة بالمركز الأول علي بن محمد بن علي العجمي ينطلق بطفرة على مقدمة الشوط منذ أول ندى حتى هذه اللحظات، مصرة كل الإصرار ومنطلقة بعزيمة أكيدة في هذا الشوط مع الكيلو متر الأخير. الله 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 الله، وصل بن جبران مع الشبابية لسالم بن جابر بن محسن الجربوعي ليقدم لنا الشبابية على المركز الثاني والمركز الثالث. وصل القمرة بتحدياته مع لمحة بخيت بن سعيد بن محمد بن مانع المري، ولكن تابع ارصد القدوم في هذه اللحظات مع ازعاج القمرة لصالح بن حمد القمرة يتقدم على المركز الثالث. وفي المركز الرابع وصل التحدي من شعار الخيارين بانطلاقة واندفاع عيان، وفي المركز الخامس وتابع ابناء السلطنة قادمين مع سمحة حمدان بن غافل بن مشمل اليحافي قادم من ميدان الأبيض من منجم السبق. من الرابح في هذا الشوط؟ طفرة 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 مع العجمي، طفرة مع الانتصار مع الناموس والتحدي لا زالت بشعار العجمي منطلقة بالمركز الأول. القمرة يحاول مع ازعاج وابناء السلطنة قادمين مع سمحة. من الذي سيخطف هذا الشوط؟ النيسان بترول ستيشن. التحديات الواضحة في هذه اللحظات من سمحة مع ابناء السلطنة مع ابناء السلطنة. الناموس يتجول هنا، ولكن سمحة 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 الى السلطنة الى السلطنة السلام الى ميدان الابيض بالتحديد منجم السبق. سلام سمحة سلام، شعار ممثل السلطنة الدايم يفوز في هذا الشوط ويقدم سمحة تهانينا لحمدان بن غافل بن مجمل بن حميد اليحافي على فوز سمحة بالمركز الاول. المركز الثاني وصلت طفرة وقدمت عرض بما فيه الكفاية، تهانينا لعلي بن محمد بن علي العجمي. المركز الثالث كان الوصول لإزعاج لصالح بن حمد القمرة. المركز الرابع وصلت الشبابية لسالم بن جابر بن محسن الجربوع المري، وفي المركز الخامس الوصول كان من أعيان لعبد الله بن زايد بن منصور
آسيف الخيارين ما شاء الله يا هذا الشوط، ولكن سمحة خطفت هذا الناموس مع الأمتار الذباحة، والنهاية تابعناها بشعار أبناء السلطنة الحاضرين في هذا المساء. تهانينا والناموس 9 دقائق و10 ثواني، 3 أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لحمدان بن غافل بن مشمل اللي حافي على فوز سمحة بالمركز الأول، بينما المركز الثاني وصل الطفرة وتوقيتها 9 دقائق 10 ثواني، 9 من الأجزاء من الثواني. تهانينا لعلي بن محمد بن علي العجمي على فوز طفرة بالمركز الثاني. المركز الثالث كان الوصول من شعار القمرة مع إزعاج، وتوقيت إزعاج هو 9 دقائق 12 ثانية، 3 أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لصالح بن حمد القمرة على فوز إزعاج بالمركز الثاني.